خادمة أثيوبية هددت فتاة طالبة في إحدى المدارس الخليجية. الخادمة الأثيوبية منتظرة الطالبة عندما تخرج أو عندما تخدم إلى المدرسة، يوصلها المدرسة تقتلها أو تنحرها إلى أي طريقة. وهذا ليس بجديد، تعودنا على الخادمة الأثيوبية خاصة من الجنسية الأثيوبية بقتلهم للأطفال، بتعذيبهم للأطفال، بحرقهم للأطفال، وحتى كبار السن لم يسلموا من عندهم، منهم رجال ومنهم نساء الكبيرة في العمر وحتى المتوسطين في الأعمار، والأحداث السابقة خير دليل. هذه البنت اتصلت على رجال الأمن وقالت لهم الموضوع، وجاءوا رجال الأمن عندما يريدون يصطادوها، يريدون يقبضوا عليها، ما ردت عليهم ولا هي خايفة، والناس الحمد لله تفاعلت مع هذا الحدث ومساعدة الرجال والشباب وبملاحقة هذه الخادمة التي هددت الفتاة الطالبة، وأخيراً